مشوار بابل 60 دقيقة ساعة لقاء شرطة بابل ولكل المؤسسات الأمنية في بابل أن يتخذوا إجراء بحق الجهات المسلحة الغير شرعية التي وصل الخبر أنها من أفراد عشيرة حسن منديل. صحيح صحيح. 2020 12/2 القانون والدستور ووجب على المؤسسات الأمنية والحكومة المركزية أن تقف مع القانون ومع الثوار الشرعيين بإحقاق الحق والتصدي لكل سلاح والتصدي لكل سلاح خارج الدولة. نحن سلميين وما زلنا سلميين وسنبقى سلميين وسنحارب بالقانون والدستور كل من يخرج خارج إطار الدستور. لهذا دعوة. البت انه من رمى واستخدم القوة والعنف اتجاه افراد مسالمين وفق القانون خرجوا.